اسمي يحيى المنجي سعد حسين، اسمي الحرفي ناصر، وفرد من افراد تنظيم انصار بيت المقدس. يسود فرد من افراد تنظيم بيت المقدس وساكن في بلقاس الدقهليه. مسؤولنا الحرفي المباشر هو مصعب، اسمه الحي احمد السقيم. حضرتك انا انضميت للتنظيم ده بعد ثوره يناير، بعد احداث محمد محمود تقريبا، ورحت اتدربت في سينا لمده اسبوعين، وبعد كده جينا استقرنا في البلد. في ناس جت من سينا، منهم ابو عبد الله وابو محمد، دول ناس في قاده التنظيم، وكونوا قالوا هنكون مجموعه في المنصوره. العمليه كلها عمليه مكتب بريد بالاس، استولوا منه على كنصتين الفلوس اللي بتطلع من المكتب تتورط للبنك، فاستولوا على 500,000 جنيه. بعدها عمليه كمين الضرايب اللي قام بالعمليه دي احمد سليم اللي هو مصعب، وحسن كان السواق بتاع الموتوسيكل، عملناها موتوسيكل واحد. بعد كده حضرتك عملوا عمليه مديريه الامن، استخدموا عبوه جهزت في المزرعة. بعد كده حضرتك نفذنا عملية الكمين، وأنا كنت مشترك فيها، كنت من أفراد الضربة كمين المنصور، وكان الأفراد المشتركين 6 أفراد. العمليات اللي بعد كده كانت عملية بيانا اللي هي حصلت قريب يوم الجمعة تقريبا. العربية دي راحت اختفت 48 ساعة غالبا في الإسماعيلية، جهزت بشحنة مذكرات أظن إنها طن ونص TNT، وكان فيها أخ انتحاري. جاء فضلاً عن المدنية.